طيب قولي لي انت دلوقتي مدربة غطس مش كده؟ اه طيب شغلك مأثرش على شغلك كمدربة غطس؟ هو بالنسبة لي تدريب الغطس هو هواية اكتر ما هو شغل، فال يعني سات البايوريتيز بتاعتي اكتر للدراسة والشغل عامة، لكن هو في الاخر الغطس بالنسبة لي هواية مش شغلي الاساسي، فبعمله وقت ما انا ابقى قادرة اعمله، فده مش بيأثر قوي على عليه، لان هو في الاخر كومبلمنتري، حاجة انا بعملها وقت ما انا احب.